المشكله اللي حتثار حتى تكون لها تاثير هي الدول النفطيه بسبب اعتمادها بكل تقريبها على الصادرات النفطيه، وهي نعرف احنا انهبط اسعارها. وقسم من هذه الدول مثلا دول الامارات ودول الخليج عندها استثمارات في المصارف الاجنبيه الامريكيه. هذه حتأثر، لكن يبدو ما حدا انتبه. الأمير ابن طلال وليد ابن طلال انخفضت أسهم سيتي جروب العام الماضي، راح اشترى أسهم دفع مبالغ هائلة، الآن وصلت للحدود، صور الخسارة اللي خسرها. طيب في كثير شركات حتفلس، حتغلق ابوابها، حتسرح الاف الالمان. اغلب هؤلاء عايزون في المستقبل القريب الى مصر، الى لبنان، الى سوريا، الى الاردن، الى السودان. هذه الناس حتكون عباره عنهم، حتكون على عبائلها. بالطبع هذا يؤثر على العرض، على الطلب في وقت أغلب شركات هذه الأسواق ما كانت منتبهة أو دارسة الموضوع بالنسبة لارتفاع الأسعار الهائل اللي حصل في بداية العام في النفط، في الموارد الخام، استوردت المياه هائلة، خزن تحسبا الارتفاع قادم. لم يحصل هذا الارتفاع، حصل العكس. المعروض لم يباع، المنتج قصدي لم يباع، قدس المنتج في بيع المنتج. المستهلك اللي تأثر بالأزمة سلوك مهم، كيف حيتصرف؟ دخله قليل، وقع في ازمه، حيركز على مشتريات معينه وباسعار معينه. الاسعار بدات تتلخبط بطريقه جنونيه. روح جوا في عمان، في اي عاصمه عربيه، تخفيضات 70-80%، شيء غير معقول. طيب شو حكي عن خسارة؟ لا. There's a question mark، سؤال. ما معقول هذا التخفيض بهذا الشيء. المنافسة انعدمت. أصبحت في طرق أخرى. هذه الطرق صارت قضية فيها قضايا أخلاقية كثيرة. التسهيلات الائتمانية أصبحت صعبة، ولدت عوامل نفسية على مدراء قادة الشركات، أثرت على جمهور المنظمة يعني ستيك هولدرز. فالكل يتساءل ماذا سنفعل؟ مع ملاحظة كثير من مدراء الشركات اللجوء إلى التنافس بطريقة لا أخرى. ما حدا يكتب عنها في الإعلام، قضية أخلاقية محجوبة وكأنها غيبية. يعني وسائل الإعلام، المجتمع لو يلاحظ فقط ردود افعال هذه الشركات، ما الذي تعمله اغلبهم بداوا يفهموا بالتدريج ان الازمه مش ازمه اسواق المال واسهم سندات، لا،
أزمة اقتصادية حقيقية، أزمة العرض والطلب. بدأت ارتفاع أسعار المنتجات وفجأة انحدارها. أبعادها متعددة. تعدد هذه الأبعاد قد يؤثر على الشركات بطرق مختلفة تبعاً لسوق البشر أو أسواق. الإنتاج استمر بالتسارع لأن المكان المتوفر، الأيدي العاملة موجودة، الإنفراستراكشر جاهز. شو حامل؟ نتبع فرعي؟ لجأوا إلى أسلوب التسعير، تخفيض في الأسعار أدى إلى نقص في الربحية. علاقات الشركات بعض البعض تأسست، أصبحت مبنية على المصلحة العامة وليست على تشابك العلاقات. استراتيجيات المقترحة في رأيي هو إعادة هيكلة التعامل، النظر فيها جدية وليس إلى تصريح العمالة والترويج المبالغ، الدعاية والإعلان المبالغ فيها. العلاقات مع الجمهور في مؤسسة الستيك هولدرز نوع من الترانسبيرنسي، نوع من التواصل. مين عاش في القطاع؟ وحتى إنشاء تحالفات معه. بالطبع الاهتمام بالقيم الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية، لكن أهم شيء هو توفير حلول لمشاكل الزبائن وتحسين الخدمات. هذه استراتيجية ناجحة 100%. وجود الحلول لمشاكل الزبائن وتحسين الخدمات. في أيضا حلول إبداعية خاصة اللي ممكن إجراءها في سلسلة القيم المضافة الفاليو تشين. استحواذ على الشركات المتعثرة السريعة لكن ذات القيمة المضافة إذا توفر المنافسة. التركيز على الجولة الشاملة، الجولة توتال برودكت مانجمنت. التركيز على القيمة المضافة للزبون والإحجام في تخفيض الأسعار غير المبررة. استخدام استراتيجيات قصيرة المدى سريعة التنفيذ والابتعاد عن لمح استراتيجيات بعيدة المدى. المهم أن الاستراتيجية تختار يجب أن لا تؤثر على الميزة التنافسية المستدامة للشركة. هذه كلها محاور ممكن نتناقش فيها بعدين. أنا أطرحها. مستلزمات هذه الاستراتيجيات إعادة النظر في الأولويات priorities لمواجهة الواقع الجديد. على المدراء هذا إدامة التواصل مع مكونات الشركة، زرع التفاعل. التفاعل جدا مهم. دكتور قرالي يفتح عليك. أنا أسأل تحفيز العاملين في هذا. لا بأس إعادة النظر في محط زرع التفاعل. الحذر من النزيف في المبدعين الذين اعتماد الديناميكية في مصادر التمويل الأساسية وقدرة الشركات في التنافس. الوقت الآن هو وقت جيد للحفاظ عليها والاستثمار والاستخدام. في أثناء الندوة أنا حاطي أمثلة كثير على المواضيع. يعني في كثير من الشركات اللي المعروفة الآن كانت صغيرة بالتأكيد. ركزت على الإبداع. الانفنشن.